الحمد لله في الأولى والآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أعظم وصيةٍ لزوم التقوى وملازمة البر وطاعة المولى. معاشر المسلمين، في ظل مشاغل هذا العصر وضغوط الحياة وتجدد مطالبها، يشتكي كثير من نزع البركة. البركة التي هي من المطالب الضرورية في متع الحياة الدنيا، لتنمو وتزداد وتظهر ثمارها الخيرة. ولهذا فما نزعت البركة من شيء إلا فاتت ثماره اليانعة ومنافعه الطيبة، بل وما نزعت البركة من أمر إلا وحل به الأناء والشقاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة ألا تمطروا، بل ليست السنة ألا تمطروا، بل تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. والسنة هي القحط والجدب، والحديث رواه مسلم. ولهذا فالموفق يبحث عن أسباب حلول البركة ووقوعها في حياته، ويسعى لتحقيقها لتنمو منافع حياته وتزداد خيراتها وتتحقق الحياة الطيبة بها. فالبركة فيما أعطي الإنسان تزول بها أخطار القلاقل النفسية والمخاوف المتوقعة، مما تحصل معه طمأنينة النفس وراحتها ورضا القلوب وسعادتها. ألا وإن أعظم أسباب استجلاب البركات وحصول الخيرات والمسرات الاستقامة على طاعة الله جل وعلا ولزوم شرعه والوقوف عند حدوده. يقول تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كما إن أعظم أسباب نزع البركة فشو المحرمات والتمادي في المعاصي والسيئات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. معاشر المسلمين، إن من آثار نزع البركات ما يعانيه العالم اليوم من مشاكل اقتصادية كبرى وتحديات مالية عظمى، مع توفر المقدرات الهائلة والأموال الطائلة. ومع هذا فيعاني العالم من التضخمات الخطيرة والغلاء الفاحش وتراكم الديون الطائلة، كل ذلك بسبب بعد كثير من الخلق اليوم عن المنهج الرباني. بعدهم عن المنهج الرباني الذي رضيه خالقه لهم وجعله السبيل الأوحد لسعادتهم في معاشهم ومعادهم. ومن ذلك الانحراف انتشار المعاملات الربوية التي يبنى عليها اقتصاد العالم اليوم، مما أحل بهم
النكبات الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية المتعددة. قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. معاشر المؤمنين، لقد كثر وتنوع في عالم اليوم الغش التجاري بصور لا نهاية لأنواعها ولا حد لأشكالها، مما كان سبباً في حلول المخاطر المالية المختلفة، ومما عاد ذلك على التعاملات التجارية بالكساد والخراب ونزوع البركة. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه مسلم. إخوة الإسلام، من أسباب نزع البركة في الأموال انتشار الأيمان الكاذبة لترويج السلع، وفي عالم اليوم يلحق بذلك كل ما كان في هذا المعنى من الإعلانات التجارية التي تحمل تزوير الصفات والخداع بالناس، كما هو منتشر اليوم في وسائل التواصل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. متفق عليه. معاشر المسلمين، من أسباب نزع البركات الخاصة والعامة، الخاصة بالأفراد والعامة في المجتمع، التسلط على الأموال العامة بالنهب والسلب والتلاعب والخيانة، فآثار ذلك مدمرة على الآخذ وعلى المجتمع ككل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. متفق عليه. ومع هذا، إذا كان هذا الحديث في حال من يأخذ المال بلهف، يأخذ المال العام بلهف وتطلع وطمع وشره، فكيف بمن يأخذه على وجه محرم؟ ومن أسباب نزع البركة يا عباد الله ووقوع الكوارث الاقتصادية في المجتمع التلاعب بأموال الخلق بأوجه متعددة. ومن ذلك من عدم الوفاء بثمن المبيعات أو رد القروض أو تسليم الأجرة ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. فاتقوا الله عباد الله، التزموا بالمنهج الإلهي والهدي النبوي في جميع تعاملاتكم وشؤون حياتكم، تنزل بكم البركات وتعم الخيرات، ويفتح لكم من ثمار الدنيا اليانعات النافعات. اللهم بارك لنا فيما سمعنا، وزدنا علما وهدى.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه معاشر المسلمين. إن أرادت الأمة وقوع البركات المتناهية والخيرات المتكاثرة فعلينا جميعًا التوبة الصادقة والأوبة الجادة وإصلاح ما فسد من حياتنا بمنهج الإسلام وأوامر القرآن وسنة سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عباد الله، من أسباب نزول البركات ملازمة الصلوات على النبي الكريم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم ارضَ عن الصحابة أجمعين وعن الآل يا حي يا قيوم. اللهم وفِّق المسلمين لرضاك وسددهم لطاعتك وتقواك. اللهم أنزل علينا البركات المتتابعات واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم بارك للمسلمين في دنياهم في دينهم ودنياهم. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم أنزل نصرك وعزك على إخواننا في فلسطين. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك، واحفظ اللهم المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم وفق خادم الحرمين وولي عهده لما تحب وترضاه. اللهم وفقهما إلى كل خير يا ذا الجلال والإكرام، وأيد بهما الحق يا كريم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا غيث رحمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنك رؤوف رحيم غني حميد. اللهم اغننا بفضلك، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم بارك لنا، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم مسنا، اللهم مسنا وأرضنا وبهائمنا الضر يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل على جميع بلاد المسلمين. اللهم أنزل عليهم الغيث النافع يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.